هات لي عوامة مروان. تعال يا بحر، تعال يا حبيبي، تعال. طيب صاحبه طبعا اهو، صاحبه بعيد اهو. اهم حاجه بقى خلي بالك بقى من بقه وايده، لان انا ما بضمنش حد. انا لسه برضو كنت قاعد اعدي من الكلب رد، صاحبه برضو ربطه في الجراج تمام، قال لي 100 100 ما تقلقش، الكلب مربوط تمام لولا ستر من ربنا. الصقر عمل قدام الكلب، الكلب بيجري كده اهو، راح الجنزير مقطوع. طب هو تمام ايه؟ كان زمان انا مكان يا نهار، كان زمان اتقطعت. وكلب رد غبي. يلا الحمد لله. اسمه بحر؟ بحر. يلا بحر عشان نروح نجيب لنا كيلو سمك. يلا حبيبي تعال. طيب انت عايز سمك؟ طيب يلا بينا. مدينة فعالة في الهجوم، مرجة مسجالة، اوعى تقول انك مشكلة، تعالى بص وخد توقيع. ابطال كتير فيهم اتعوروا، ممنوع حد يصرصرنا، احنا اصلا مين يقدرنا؟ يا صحبة في ده يا ديعي، يا صحبة في ده يا ديعي. بص بقى، ده انت يا عم مش دلوقتي اتكلم معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعة؟ زي ما عودناكم كل يوم بنشوف الدرجات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. احنا 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشاركه عندنا وكل الناس المشاركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده، صلي على النبي وسرعه الجميل، اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل دي. النهارده ان شاء الله رايحين عند ناس حته زي مثلا فلاحين او ارياف برضو ناحيتنا كده اهو، ورايحين نفرجوا على كلب رويال بلاك. بيقول لك شاريين الكلب، لسه شاريينه، وكلب خطر هو بيعرفش حد ولا بيتفهم ولا الكلام ده. طبعا كل ده احنا بنشوفوه لما بنروحوا نشوفوا الكلب، فكل دوت بنشوفوه لما بنشوفوا الكلب وبنعرفه وضعه ايه ونشوفه ايه الدنيا. المفروض احنا رايحين على كلب خطر ما بيتلمس، ناس لسه شارينه، حراسه في مكان، وهنشوفه ايه الدنيا. وزي ما جينا قلنا احنا لما بنروح نشوفه الكلب، بنشوفه الكلب على اساس بنشوفوه بيصلح لمين او ما بيصلحش لمين، وبنشوفه الكلب وبنروحه لما بنيجي نجربوه بالكمامه. احنا بنجربه الاول الكلب بالكمامه، بنشوفوه هينتش ما ينتش، هيتحنن ما يتحننش، وبعد كده بنقلعوه الكمامه وبنجربه ونشوفه ايه الدنيا. عشان ما نطولش عليكم ونشوفه ايه الدنيا، ويلا بينا. طبعا احنا رايحين بقى انا واخويا وصاحبي عادي. ماشي مساعد. السلام عليكم. الو. طبعا استاذ ايه، زياد ولا بودي كان مكلم البوري صاحبي وحبيبي طبعا، فكان بيقول لك الكلب ده محدش يعرف يحله من مكانه. واحنا طبعا اول حاجه بنشوفوها بنلبس الكلب ونشوفوه هيتحنن ما يتحننش، وبعد كده بنشوفه ايه الدنيا. فانت بيبقى ليك نظره في الكلب، اذا انت هتخش عليه بالكمامه او هتخش عليه من غير كمامه او الكلام ده. في طبعا كلاب ياما بتنتش ما تعرفش مثلا اللي انت توصل لها، ما تعرفش ان انت تحل الجنزير بتاعها، وبتبقى شغاله شرسه جامد وممكن تحله ويبقى شغال.
وفي كلب بيلبس كمامة ممكن تحله من مكانه وتمشي بيه، لكن الكلب في الاصل مثلا شرس، لو قلعته الكمامة وشغلته هيعضك ويعض اللي قدامك ويعض اللي حواليه. فطبعا هنشوفه برضو الكلب الجميل الحلو دوت. طبعا احنا بنشوف الكلب كده اهو، اهم حاجة بقى صاحبه. في ناس بتبقى ايه عندها شوية حداقة، يعني بتحط ايه ملح زيادة كده على الاكل ممكن وانت واقف، فلازم اهم حاجة تحرص من النقطة دي. صاحب الكلب يبقى بعيد عن الكلب، لانه ممكن وانت واقف وداخل داخلة كده اهو يروح عامل الكلب ازاي، امسك ولا يروح عامل كده اهو. طبعا ساعتها في الوقت ده هروح مكلبش مموت الكلب، فهتأذي الكلب، يبقى انت كده حرام. واحنا بنعمل اول حاجة ايه، بنقول له صاحب الكلب، الكلب باشا شرس ما بيتحلش ما بيتلمسش، بيقول لك اه، طب بعد اذنك روح بعيد عن الكلب. ليه بنقول له كده؟ عشان نشوفه الكلب، ان الكلب لو انت هتشتريه لجراج، لمكان، لفيلا، مش عارف ايه، صاحبه مش هيبقى واقف ماليله الزنبلك اكيد، يبقى رابط الكلب وسايبه عشان يحرس مكانه، يحرس حاجات بفلوس، الكلام ده، فده الطبيعي في الكلب الشرس، بيبقى صاحبه بعيد عنه. واحنا بنجربه كلب مدفوع فيه فلوس، فلازم نشوفه ايه الدنيا. اسمه ايه الكلب؟ بحر. اسمه بحر؟ ماشي، يعني هننزله. طب اروح هات لي عوامه مروان. تعالى بحر، تعالى حبيبي، تعالى. تعالى. طيب صاحبه طبعا اهو، صاحبه بعيد اهو. اهم حاجه بقى خلي بالك بقى من بقه وايده، لان انا ما بضمنش حد، انا لسه برضو كنت قاعد اعدي من الكلب رد. صاحبه برضو ربطه في الجراج، تمام، قال لي 100 100 ما تقلقش. الكلب مربوط تمام، لولا ستر من ربنا، ربنا فداني بالصقر. الصقر عمل قدام الكلب، الكلب بيجري كده اهو، راح الجنزير مقطوع. طب هو تمام ايه؟ كان زمان انا بقى مكان، يا نهار، كان زمان اتقطعت وكلب رد. يلا الحمد لله. اسمه بحر؟ بحر. يلا بحر عشان نروح. يلا يلا بحر. يلا. ايه يا حبيبي؟ سلم يا حبيبي. عامل ايه؟ يلا. لا ما بعملش حاجه، ما تقلقش، ما فيش اي مشكله. الجنزير ده لفت عليك حاجه؟ يلا بينا. يلا بقى، يلا بينا، يلا حبيبي، يلا 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 حبيبي، يلا يلا حبيبي، يلا حبيبي. استاذ محمد ممكن اقف بس قدامي كده اهو، شغل كده بايدك كده اهو، امسك يا بحر، يلا امسك، يلا امسك يا بحر، امسك، يلا امسك، يلا يلا امسك، يلا امسك يا بحر، يلا امسك يا بحر، ايوه كده امسك، يلا امسك، يلا امسك، يلا بحر، ايوه كده جدع، امسك، يلا شاطر شاطر شاطر، امسك يلا بحر، ايوه كده جدع جدع جدع. تعالى يا حبيبي، بس بس تعالى، تعالى اقعد، استنى استنى، اقعد اقعد، شاطر يا حبيبي. الكلب الجنزير مش مربوط اهو، في واحده تانيه زي دي، امسكه 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 يا حبيبي. تمسك الكلب ده بقى، علمه معاه قد ايه؟ اتفضل يا محمد. لا لا لا، هم يومين يومين يومين. وباجي افتح له بيزوم عليا لحد دلوقتي. تفتح له ايه بقى؟ افتح له باب الاوضه. يعني انت بيقعد في اوضه؟ افتح له باب الاوضه؟ او ما اجي افتح في بيزوم حد ما يطلع يلعب مره واحده. وبيزوم؟ بس لو ما اي حد مثلا ما عندهم البيت بيخش. انا عامه يعني هقدر ان انا ما سمعتش الكلام ده، مفيش مشكله، ربنا يسهل لك الحياه. طبعا ممكن يكون كلب انت لسه جايبه مش واخد على المكان، لسه هايب المكان، بتصادف. بس الكلب ده المفروض كلب شرس مقاتل، انا بشوف الشراسه، لان هم كانوا المفروض قال لك احنا مش عارفين نتعامل مع الكلب وعايزين نبيعوه، كانوا لسه جايبينه. فربنا المستعان، انتوا عارفين ان انا بحب الكلاب الشرسه، فهنشوفوا ايه الدنيا. دلوقتي الكلب ده سايب، ولا 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 ولا
ممكن بس يعني عشان نوري الناس يلا بينا بحر. ايوه يلا بينا بحر هات العوام. انا جيت اشتريته دلوقتي شايف كلب مثلا نوم اخدته عندي عشان احطه في الجراج او فيلا دخل عليا حرامي الحرامي هوش بس ما ضربش انا بقى من فوق مثلا شايف الحرامي قال له لو سمحت اضرب الكلب هيتغلى عليك يعني مش منطق الكلب الشرس اللي انا بروح اشتريه اضربه عشان يتغلى لا انا بشوف الكلب الكلب بيخش يعمل يسوي اه يعني مش عارف بصراحه اقول لك ايه هو كلب شكله حلو وحجمه وجسم ديله قصير ماشي يعني ديله ماشي مهم هنقوله ديله هنقوله الكلب اتحل او ممكن يكون فيه اوامر ماشي هنقوله الكلب مثلا هايب من الخشبتين ماشي هنقوله الكلب لسه جديد ماشي هنقوله طب خشبه وايدي ماشي طب هعمل ايه بعد كده فده يا جماعه اللي انا بنقوله للناس لما تروح تجرب كلب شرس ما يغركش كلب في فيديو بيطير على الحيطه او بيطير على البني ادم ويكلبش فيه ليه انا لو عايز اخلي الكلب شرس هلبسه الكمامه واللي قدامي بيخش على الكلب وبيرجع منه كده اهو طول ما انت بترجع طول ما انت بتحسس الكلب اللي انت خايف وهو تمام طب انا رايح اشتري حاجه لازم اجرب تالت ومتلت اجرب الكلب بكمامه ومن غير كمامه لو رحت عند الراجل وقال لك لا طب هلبسه الكمامه بس هسيب الكلب تعرف ان الكلب كده فيه عله زي ما انا رحت قبل كده لواحد في ناحيه ناحيه البحيره كده اهو حي المحموديه ورحت عشان اتفرج على كلب مالينو قلت له لبس يا باشا الكلب الكمامه قال لي لا خلاص البس الكمامه اسيب اسيب الكلب يا عم هو انا قلت لك انا جايب معايا سكينه ولا ارباشيه انا هشوف الكلب بيتحنن ولا ما بيتحننش وضعه ايه مش وضعه في كلاب طبعا بالكمامة بتضرب وبتحضن طيب يا باشا نحط الكلب على مربط ونشوف وضعه ايه مسك الكلب صاحبه يمسك الكلب لان في كلاب بتبقى شغالة على مربط وتيجي تجربها تلف تعض صاحبها لما هتلاقي اللي الكلب بيترس عليه هتلاقي الكلب لف وعض صاحبه ده وارد اجرب الكلب في مكانه وبره مكانه على سطح او في مزرعه او في حته اقول له لو سمحت تعالى معايا ما انا هدفع فلوس مش هدفع ورق جرانين او مش هجيب مثلا 3 4 بيضات اقول للراجل اتفضل البيض ده واخد كده هدفع فلوس فلوس يعني شقيان بيها اروح اشتري كلب مثلا بقد كده يجي الكلب كده هو واحد يجربه يحمل لي كده اهو امال انا اشتريت كلب ازاي يبقى في اكيد اكيد حاجه يا اما انت واخد الكلب ده ببلاش
يا اما انت كنت وانت رايح متبند ومش في وعيك واخدت الكلب، ما في حاجات ياما. لكن انت عشان تروح تشتري كلب زي دوت شرس وتقول لي ما بيتحلش وبيحرق، طب اضرب الكلب عشان يتغل، مش عارف. المهم يا جماعه، يا ريت الناس تخلي بالها وهي بتشتري الكلاب الشرسه. في كلاب ياما بتشتغل في مكانها، بره مكانها ما بتشتغلش، يشتغل في حته كلب بيشتغل من غير كمامه، بالكمامه ما بيشتغلش. انا اهم حاجه الكلب اللي هيحرس، مش فارق معايا الكمامه، فارق معايا اللي الكلب يخش يتنطط يمين وشمال، يخش يقعد، يخش يمسك الخشبه، هو ده اللي فارق معايا في الكلب. لكن الكمامه مش هتفرق معايا اي حاجه، وربنا المستعان يا رب. فما نطولش بقى عليكم، اهم حاجه انا بحاول انا نوصل معلومات للناس، اللي لازم الناس تخلي بالها وهي بتشتري الكلاب الشرسه بالذات. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا. وإن هنا سادتي وسادتي، تنتهي حلقتنا اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.